بالنسبه للقصف الثاني قصف السي في اس، طبعا السي في اس بيجي فيه الصور بتاعته ورا صور البلد، فلو جينا بصينا على السي في اس هنلاقي البدايه هيجيب لك جهاز ضغط، هو قدامه حل من حلين، يا اما يجيب السفيجمو مانومتر جهاز الضغط كامل كصوره، يا اما يجيب واحد بيقيس الضغط على بيشن. في الحالتين ايه النقط المهمه اللي لازم اعرفها على الصوره دي؟ اسم جهاز الضغط ايه؟ سفيجمو مانومتر. يا ترى السفيجمو مانومتر بيقيس ايه؟ لازم انا عندي طريقتين، هي مش طريقتين، هي خطوتين في قياس الضغط، بالباتوري ستيب واوسكالتاتوري ستيب زي ما الناس كلهم عارفين. دكتوره فاتن بتركز على اهميه الاوسكالتاتوري ستيب والبالباتوري، يعني انا الاول بحس بالبالباتوري ايه؟ لازم اخد فكره عامه عن السيستوليك، ولازم تو افويد سايلنت جاب. سايلنت جاب سمعتوها قبل كده، لو دخلت حطيت السماعه مباشره على العيان ولافف الرابر باك انت ممكن في اصوات ما تسمعهاش، لان انت بتعلي الضغط عند 160 وبتنزل. طيب ممكن يكون العيان ده ضغطه 180 وانت ما اخدتش بال، يبقى افويد سايلنت جاب وجيفز راف ايديا اباوت سيستوليك. لكن عيب البالباتوري ان هو inaccurate، يعني مش دقيق قوي، بقول لك راف ايديا، ممكن بالسماعه الاقي السيستوليك 120 ممكن 110 ممكن تبقى 100. لازم تركز في البلاد بريشر ميجرمنت على كروتوكوف ساوندز، عندك خمس اصوات هتسمعهم بالسماعه. الصوت الاول soft tapping، ده وصف للسيستوليك، لان طلبه كتيره مش عارفه السيستوليك ده وصفه ايه. الصوت الثاني بعد كده بيبقى ميرمر، ده مش موجود نورمال. الثالث صوت يبتدي يعلى شويه، ليه بدا ضعيف وبعد كده عالي؟ انك كنت قافل الرابر باك على البريك يا الارتري جامد، فتحت الفلف بالراحه فالفيسل ابتدى يوسع جراديوال بس ما زال ضيق، فالبلاد اللي داخل فيه الفوليوم بتاعه قليل وبيخبط في الوول هيعمل لي صوت بس صوت ضعيف. كل ما تفتح الفالف اكتر كل ما ضغط الهواء على البريك يا الارتري عمال يقل، فالفيسل بيوسع فيدخل دم اكتر فيخبط في الوول اعلى، عشان كده الصوت الثالث لاود تابنج. بعد كده الصوت يضعف مفل وفي الاخر ديسابير. احنا في الام سي كيو على الاوسكي ما بنختارش ده، بنحاول نلخبطك ازاي؟ نقول لك الصوت الاول يا ترى بيبقى الكف بريشر، البريشر اللي في الرابر باب اعلى من البريكيا الارتري ولا العكس؟ لازم تقول ان ابتدى البريشر في البريكيا الارتري يبقى اعلى بدليل ان الدم ابتدى يعدي، يعني هي بتركز في الاختيارات ما بين الرابر باك وما بين البريكيا الارتري بريشر. اما لما نيجي لفيديوهات عملي هنقول اسئله ثانيه عليها. النقطه اللي تهمني كمان في التجربه دي تكون عارف النورمال سيستوليك كام؟ من 100 ل 140 والافرج 120، دايستوليك من 60 ل 90 وافرج 80، عارف يعني بالس بريشر كديفينيشن سيستوليك ماينس دايستوليك، وتكون عارف ان النورمال من 30 ل 50 افرج 40. النقطة الأخيرة كن عارف يعني إيه مين arterial pressure. كلكم عارفين من المحاضرات مستحيل أجمع systolic plus diastolic على اتنين، لأن الاتنين مختلفين في البريشر وفي المدة اللي حصلت فيهم، يبقى إيه القانون؟ diastolic زائد تلت البالس بريشر. دكتورة فاتن مرة من المرات جابت الدايستوليك وجابت لك البالس بريشر وقالت لك انا عايز اعرف المين ارتيريال بريشر في الحاله دي. طيب ده بالنسبه لاول صوره عندنا. الصوره الثانيه، الصوره الثانيه صوره كلاسيكيه دايما بتيجي بالطريقه دي، هجيب لك المنظر ده سترنم مانيوبريم وريبس اللي هو التشست كيج زي الصوره اللي موجوده في كتاب الاسم في العمل، واحط لك الدوائر بتاعه الاوسكالتاتوري ارياز. المعروف ان انا عندي اربعه اوسكالتاتوري ارياز، لو بصينا على الصوره دي
نلاقي انا حطيت دايره تحت ورمزت لها بالرمز اكس، اكس 1 2 ايا كان، ده رمز منين؟ مايترال اريا. دكتور عرفت منين؟ ده رايت وده ليفت، ودكتور فاتن بتكتب على الشاشه ار وال. طبعا اخر مكان تحت هو المايترال اريا، فاكرين؟ طيب واي ده فين؟ ناحيه الرايت. ناحيه الرايت ما عندكش غير اورتك اريا. لو ترجع للعملي، اورتك فالف لما بيتقفل اوضح مكان هسمع قفله الصمام عند السد رايت كوستو ستيرنال جانكشن، ادي اتصال السكند ريب بالسترن. في طلبه ساعات تسال سؤال غريب، دكتور انا ما خدتش بالي الدايره بين الريب والسترنم ولا لا؟ هقول له مش فارقه، لان انت ما عندكش غير مكان واحد فوق في السكند اللي هو الاورتك اريا. البلمونري فين؟ سكند ليفت انتركوستال سبيس، فلازم تكون سريع البديهه. طيب انا ميزت اكس وميزت واي، ايه النقط اللي ذاكرها من كتاب الاسم العملي؟ ايه اللي يفرق الفيرست عن السكند هارت ساوند؟ عشان اقولها لك بطريقه بسيطه، فيرست هارت ساوند يتميز ان هو ثلاث كلمات بحرف ال. اول كلمه لب، تاني كلمه لو بيتش يعني تخين، تالت كلمه بيبقى لونج ديوريشن. العكس سكند هارت ساوند، سكند اول حرف فيها اس، يتميز بثلاث كلمات بحرف الاس، شورت لانه حصل في فيز واحده في الكاردياك سايكل اللي هي الايزوفوليومتري ريلاكسيشن فيز، ان هو سببه سكند سيميليونر فالف كلوجر ادي بالاس، وانه اوضح مكان يتسمع عنده هو السكند سبيس، سواء سكند كوستو سترنال او سكند ليفت انتركاستال سبيس. لازم تركز على الميرمر واسبابها، سيستوليك اند دايستوليك ميرمرز دي مهمه، وتركز على السبليتنج اوف هارت ساوند. فكره السبليتنج سريعا، اني انا هسمع فالف كلوجر قبل التاني. في الطبيعي المفروض المايترا والترايكاستل في الاكسبيريشن الاثنين بيقفلوا مع بعض كده. ايه اللي يحصل في الانسبيريشن؟ في الانسبيريشن بيزيد الفينوس ريتيرن للرايت اتري رايت فنتريكل، فما بين رايت اتري ورايت فنتريكل عندك ترايكاسبيد فالف هيكون اتاخر في قفله زي الباب الموارد، فالبلد يلف ويروح لللنج وليفت اتريوم ليفت فنتريكل، المايترال يقفل قبل التراي كاستد. ده يا جماعه فيسيولوجيكال سبليتنج، وده مهم جدا اوف فيرست هارت ساوند. يعني ايه بقى باثولوجيكال؟ يعني العكس يحصل، بدل ما المايترال يقفل قبل تراي كاستد، لا المايترال اتاخر في الكلوجر، يبقى في مايترال ستينوزس. دي النقط المهمه، سيرد والفورس هارت ساوند اذا جت جمله بصفه عامه زي الجمله اللي جت في الاسسمنت يوم 18 اللي هو فورس هارت ساوند كان سببه ايه؟ اتريال كونتراكشن، حتى بالاماره كانت رقم دي. وفي سيرد هارت ساوند اللي هو الفيلنج اوف ذا فنتريكل. دي بالنسبه للصوره دي، ممكن يجيبها لك بطريقه ثانيه، واحد لابس سماعه وبحاطط سماعته على التشست بتاع البيشنت. طيب نيجي للصوره الثالثه، هي صوره البلس. صوره البلس بقى واحد حاطط ايديه الاثنين كومنت على البلس. تركز ايه في البلس؟ على نقط الكتاب بتاعه العملي، الريت النورمال كام؟ تركز على الايكواليتي ان بوث سايدز، بنشوف ايكواليتي في ايه؟ ايكواليتي في الفوليوم مش في عدد الضربات، ان انا عندي قلب واحد. طب يعني ايه فوليوم؟ قوة الضربة. تركز على الريجيولاريتي، امتى البالس يبقى منتظم؟ امتى يبقى غير منتظم؟ غير منتظم دي عندك احتمالين، يا اما اتريال فلتر يا اتريال فايب ريليشن، في اكتوبك فوكس في الاتريوم. طيب اركز في النقطة الرابعة كمان على حاجة مهمة، سبيشال كاركتر. يا ترى ايه انواع الابنورمال بالس؟ يعني ووتر هامر بالس؟ وبيحصل في انهي امراض؟ يعني اورتك انكومبتنس،
أسرو سكليروزس. أركز وأركز على أسامي مختلفة. ووتر هامر بولس ده هقولها مع فيديوهات العملي. أسامي التانية كولابسينج بولس، لأن الدايستوليك بريشر في العيان ده بيقل جامد. اسمها كوريجان بولس أو اسمها ووتر هامر بولس. لازم تركز ان في طريقه اشوف بيها الفاسل وول، ودي سموها الميلكينج اكشن، انك تفضي الراديال ارتري من الدم تماما، وقبل ما تشيل صباعك تحاول تحس الوول اوف ذا ارتري اجينست الراديوس بون. نورمال في الصغيرين مش محسوس، مفيش كوليسترول مترسب على الوول، لكن بالنسبه للاولد ايج بيبقى محسوس. كل دي حاجات. حاجة أخيرة عايز أركز عليها، كل ما نبعد عن الأورطة كل ما سرعة الكوندكشن اوف البلس ويف بتبقى أعلى. حوار إلاستيسيتي مهم جدا. طيب بالنسبة للصورة اللي بعد كده، الصور اللي جاية كلها إي سي جي غالبا. الإي سي جي مفيش غير حلين أو صورتين هيظهروا قدام الطلبة. دكتوره فاتن، او ممكن الصورتين يظهروا مع بعض، ممكن تجيب لك مثلث عادي اينت هوفن تراينجل مفيش غيره، وتكتب لك رايت وليفت زي الصوره دي، ونحط لك ارو على الضلع ده. يعني ايه؟ معروف ان ده ليد 1 وده ليد 3 والضلع ده اللي على الجنب ده ليد 2. هي قصدها ايه من الصوره دي؟ عايزه تشوف انت عارف اينت هوفن تريانجل ولا لا. طلبه كتيره ما بتركز على الرسمه دي اصلي. كل تركيز الطلبه على ايه؟ هيجيبوا لنا الاي سي جي، رسمه اي سي جي عاديه هتيجي برضه، مش هنحرمكم من حاجه. ده ليد 2. ايه اللي هتركز عليه بقى في الحته دي؟ ان الفولتج اوف ليد 2 بيساوي ليد 1 بلس ليد 3. فكره الكونكشنز اللي شفتوها في السكشن، بس في السكشن كنا بنجيب لكم ورقه صغيره فيها ليد 2 بس، وكنا بنوزع لكم في ورقه السكشن فيها القانون ده بتاع اينت هوفن. دايما كنتوا تسالونا سؤال فين ليد 1 وليد 3، اقول لك مش عندك، لكن هنا لازم تكون عارفها تبع الصوره. الصوره دي جت كتير، جت دكتوره فاتن السنه اللي فاتت قالت طب ماجي اغير مع الطلبة لان افكاري كلها اصبحت معروفة. دي الفكرة الجديدة اللي حصلت السنة اللي فاتت. عملت ايه؟ وصلت من ناحية الرايت اللي هو الار ايه رايت ار، وكانوا ده سلك متصل بجالفانومتر، الدايرة دي هو الجالفانومتر، ووصلت التو اذر لينز بسلك مشترك وحطيته مع بعض، كأنها عايزة تقولنا عايز اشوف البوتنشال ديفرنس ما بين الرايت ارم ومجموع او افريج النقطتين التانيين. دي كان اسمها ايه يا جماعه؟ اوجمنتد يونيبولر ليدز، ودي اثبتناها قبل كده في فيديو سابق وحطيناها الورقه بتاعت الاثبات بي دي اف. علشان تكبر رسمه في مكان معين لازم تقارنه بافريج نقطتين تانيين. فلما عملت المنظر ده طلبه كتيره ما فهمتش قصدها، قصدها اوجمانتد يونيبولر ليد ات ذا رايت ار اللي هو اي في ار، اهي بوصل ده ماينس افريج الاثنين التانيين. وهي ما حطتلكش اي حجه للاعتراض على الصوره، ادي ار وادي ليفت، ار خارجه منه سلكة واحدة والليفت اتنين وادي الافريج اهي. ايه الحاجات اللي ذاكرها في اي في ار او اي في ال طالما بتجيبوها؟ الصورة تكبر كام في المية؟ 50% زيادة عن النورمال. في الاي في ار كل رسم القلب اتقلب، سواء بي كيو ار اس تي لان انت اكسبلورنج الكترود عند الرايت ار، واتجاه الامبلس في الهارت داونورد اند تو ذا ليفت. وأينتهوفن اتفق أي كهرباء هتتحرك أبعد عن الاتجاه بتاعي أو في اتجاه تاني هعتبرها نيجاتيف ويفز. نيجي بقى للحاجات التقليدية. لو بصينا على رمز إكس ده رمز البي ويف، طب وواي ده رمز المين؟ إس تي سيجنال.
دايما اتعود ان رسمه الاي سي جي عمرها ما هتطلب منك تعد عدد المربعات الصغيره الا اذا كتبالك فوق في اعلى الشاشه ان المسافه مثلا الديوريت البي ويف ده كام مربع. كام مربع؟ يبقى انت هتشوف العدد وتضرب في 0.04، دي مده المربع الواحد. طب لو عايزين فولتج هضرب العدد في 0.1 عشان احصل على ملي فولت. طيب ايه المطلوب مني يا دكتور في الاي سي جي بصفه عامه عشان يبقى كلامك محدد؟ اي ويف عندك او انترفال او سيجمنت اعرف الاريزميا بتاعته. هندي مثال، يعني انا بقول لك ده بي ويف، ايه الاسئله اللي هتبقى على الصوره؟ ابسنت بي ويف اوكيرز ان، فلازم تكون عارف اتريال فايب ريليشن ما فيهاش تي ويف، فيها اف ويف، وبريماتيور فينتريكولار كونتراكشن لاكسترا سيستول. انا هعمل لكم جدول هيتحط مع النهارده الرافعه الحاجات دي، جدول ده فيه ابنورمال اي سي جي عشان نجمعها في المنهج وما تحترش. طيب في حاجه تانية مطلوبه مني في الاي سي جي؟ مطلوب منك النورمال ديوريشن اند نورمال فولتج. اي رقم في كتاب العمل دكتوره فاتن حطاه كيو ار اس مدته كذا، بي ويف ديوريشن كذا، بتحطه ضمن اختيارات الام اس كيو، وهي بتحب قوي البريماتشور فينتريكولار كونتراكشن زي ما جابتها في امتحان الاسسمنت اللي فات، برضه تلاقي دايما البريماتشور كده يدخل في النص. طيب كل الصور اللي هعرضها لكم نفس الفكره ونفس الافكار ونحطها مع الجدول، يعني هنا ممكن تيجي على الحته دي وتقول لك ده ايه؟ ده بي ار سيجن. طب وده ايه من تحت؟ كيو ار اس. طب وده ايه؟ ده تي ويف. والاسئله كلها على النورمال والابنورمال. تعمل لك هنا ارو، لو جابت لك ارو بالعرض معناها ديوريشن من اول الويف من اول البي لغايه الكيو، يبقى بي ار انترفل. هتتسال امتى تطول؟ امتى تقصر؟ ايه النورمال ديوريشن؟ وهنا من اول الكيو لنهايه التي كيو تي انترفل الكتريك سيستول. طيب وفي حاجه عايز اركز عليها قبل ما انهي الاي سي جي في الجزئيه دي، ان الاس تي سيجمنت نورمالي ايزو الكتريك. لو الاس تي عيت الفيتد يبقى مايوكارديال انفاركشن، ولازم تركز التي ويف امتى تبقى تول اند بيج تي ويف، علاقته ايه بالبوتاسيوم افكت اوف ايز. يعني ممكن تدخل لك الحاجات دي مع الصوره، يعني اس تي تجيبه لك اعلى من ايزو الكتريك وتقول لك كده اليفيتد اس تي سيجن، وتقول لك من ضمن الاختيارات تتوقع تلاقي ايه في الصوره تاني؟ انت بتكون بقى مذاكر، دي مايوكارديال انفاركشن، يبقى اتوقع انفيرتد تي حتى لو مش جايباها في الرسمه، اتوقع ديب كيو. طيب نيجي لاخر رسمه عندنا في السي في اس، هي رسمه الجاجيولار فينس بالس كيرف. فاكرين اي ويف وبعد كده بينزل وبعد كده يطلع سي وبعد كده اكس وبعد كده في وبعد كده واي. فكره ايه؟ لازم تكون في الجاجيولار فينس بالس عارف ان الاي ويف كل ويف سببها ايه وبتحصل امتى في الكاردياك سايكل، وهعمل لكم بيها جدول برضه هيترفع بي دي اف مع الصور عشان تبقى متبرمج انا هعمل ايه، والابنورمال ايه بتاع الاي ويف، امتى تبقى مش موجوده وامتى تبقى جاينت، والسي ويف امتى تبقى جاينت سي، والمسافه بين اي للسي تمثل البي ار انترفال، وامتى يبقى عدد الاي ملوش علاقه بعدد السي، اتريال كونتراكشنز حاجه والفنتريكولار كونتراكشنز حاجه ثانيه، يبقى ده ثيرد ديجري اي في بلوك.